درجه العبقريه اللي محطوطه جوا هذا الهرم مش طبيعيه. يعني انا عم جرب افتح هذا الهرم حسيت فعلا انه هذا الهرم عايش بقلبه روح، يعني بقلبه الغاز رهيبه وبيطلع اصوات غريبه وبيطير مش طبيعي. فجهزوا حالكم لتنصدموا كتير مثل ما انا انصدمت. ولكل شخص جديد معكم ابراهيم عباس. يا ويلي، منظره بيجنن هالصندوق، ما بيشبه شي فتحناه ابدا على الشنط. هلا قصته للصندوق مكتوبة هون. هذا الصندوق مثل الصندوق يلي قبله، لازم نحله بطريقة المنطق، يعني لازم ندور على الرموز والمفاتيح الأساسية اللي مخباية هون وهون ونحاول نربطها ببعض مع شوية نظريات من عنا، وبعدين بدي حاول حل الصندوق. وممنوع استخدام القوة، يعني ما في شيء مثلا مغناطيس أو هيك، لازم نخبط الصندوق بشي طريقة معينة ليفك المغناطيس. يلا لنبلش التوقيت. لنبلش شوش شوش، فرجيكم كل الجوانب بالصندوق. هلا انا ماسك الصندوق، هدول عم يتحركوا، ولاحظت انه على هيدي القطعه موجود سهم، اطلعوا عليه. فاكيد هذا السهم بيعني انه في شيء رح نفتحه ونفك هيدي لبرا ونكفي الحل بعدين، وشكلهم كلهم بينفكوا. طيب اول شيء في معنا هون خريطه كتير كبيره وبقلبها رموز كتير، وشكلها هيدي القطعه كانها مفكوكه عن هيدي القطعه. وفي معنا هون قفل ومفتوح القفل، ونفس الشيء هون قفل ومفتوح القفل، وفي مربعات، مثلثات، دوائر. هلا بيجيني شخص بيقول لي هيدي ماسونيه لانه بقلبها عين، الله يرضى عليكم بلا هالتعليقات. مثل هون مثلا قال لانه مثلث وبقلبها دواره فهي ماسونيه. خلصنا هذا الوجه هلا بس كاستكشاف، يعني خلينا نبرم لهون. هذا الوجه كمان بقلبه رموز غريبه، مثل ما ملاحظين مثل خرائط، يعني هون في خطوط بتوصل لهون ولهون، كله بينوصل لعند بعضه. وفي هذا المفتاح الغريب، شكله جدا غريب، هذا شكله بيلف وبيبرم، بس هيدي لازم نشيلها لحتى نقدر نلف هيدي المفتاح، عرفتوا كيف؟ يعني هذا ما عم يقدر يمشي الا ما علي هيدي، شيلها على الاخير وخلي المفتاح يمشي. بس لاحظوا هون على الطرف في هيدي العلامه، وهون وهون، وهدول الثلاث رموز ثلاثتهم موجودين على الصندوق كلهم سوا. يلا الوجه اللي بعده، هذا الوجه بقلبه طابات. الطابات بس خض الصندوق وعلي لفوق هيك بيقدروا يتحركوا للميل الثاني، عرفتوا كيف؟ فاكيد بدنا نلعب الطابات والرموز هلا ونشوف هدول كمان على شو بيدلوا، لانه هون في معنا هرم فاضي، هون في معنا هرم عليه خطوط، وهون معنا هرم كامل. طيب نحن شفنا هذا الوجه اللي بقلبه خرائط، وهيدا وهيدا اخر وجه، اخر وجه بقلبه بلكسي جلاس، بس هون ما في بلكسي جلاس، يعني اقدر انا احط ايدي هون اطلع وعم بسحب شيء عم ببين هون في معنا رمز او شيء. هلا بنشوفه بعد شوي شو هيدا، واطلعوا هدول عم يتحركوا. علامات سؤال، سهمين صغار، لازم نركب شيء معين لحتى نقدر نتفش هيدي نفتحها. في رموز كتير حول الصندوق، يعني هون وهون في رمز، علامة شفاف وعلامة موسيقى وسهمين، شفاف وموسيقى، شفاف وموسيقى، شفاف وموسيقى. من فوق الهرم في هيدا الشيء، ما بعرف وين بدنا نبلش. طيب اول شيء دائما كالعادة بنحاول ندور على كلمة ستارت. طلعوا هون شو في كمان، هيدي هلا شفتها، في سهم لفوق، يعني هي لازم عليها هيك لفوق. هيدا الشيء اللي هون بيبرم، بدنا نبرم على كلمة ستارت لنشوف وين لازم نبلش. احيانا ما بيحطوا لنا ستارت، بس يعني احيانا بيحطوا. اطلعوا هدول، هون في قفل وهون مفتوح القفل، وهون قفل وهون مفتوح القفل، وفي هدول الخشبتين الصغار. قدرت نزل هي الخشبة لتحت وهي الخشبة لتحت؟ معقولة لازم ننزلهم مع بعض وعلي هي لتفك؟ لا، في شيء لازم يفتح 100%. هالصندوق كله بيتحرك، كله بقلبه غراض كتير كتير. لحظة شوي، خليني افرجيكم هذا المنظر يلي انا فيه هلا. في هيدا المفتاح اللي هون، مثل ما ملاحظين في طريق من تحت المفتاح، فانا لازم هذا الطريق اربط هذا الطريق بالطريق اللي هون، وهذا الطريق بدل على هيدا الحديد اللي هون، سهم، وهون في سهم. شكلي بس حط الطابات بالاماكن الصحيحه تبعيتهم بصير فيني اقدر ابرم هيدا مزبوط، وبس يبرم مزبوط بصير فيني اسحب هدول، عرفتوا كيف؟ وهدول موجودين معي حوالين الصندوق يلي هن هدول هون. بس البداية من وين؟ ما في كلمة ستارت، ما في شيء. معي هون نص دويرة، معي هون نص مربع، ومعي هون نص مثلث، وهون معي مثلثات ودويرات ومربعات. ليكا ليكا انشالت، يا الله كان لازم بس اكبس هدول الاثنين واسحب هيدي. سحبت الاولى واخيرا بتلبك والله العظيم، تن 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 كل الوقت هلكتني. ولما اشيل الثلاثه اسا مع هدول بصير فيني اتحكم بهيدي وبلش حل الالغاز اللي هون. هيدي هي، هذا الصندوق فعلا بين اصعب من الصندوق اللي قبل. الصندوق اللي قبل كان فيه ستارت وكنا مبلشين. اوف شو هالشي.
بس حسيت عم تخلخل شلتها مشي الحال. يا ويلي كنت عم حط نظريات والله العظيم. هون محطوط مغناطيس، يعني هيدي مغناطيس المفروض. طلعوا هون هدول الثلاث اهرام يلي عم قلكن عنهم يلي موجودين هون لقيناهم. يا الله لبكتني لبكة مش طبيعية. على القليل صرت اعرف انه مثلا الهرم يلي هون نازل له خط من هون، وهيدا الهرم هو هيدا. فاذا هلا بنشوف اي وحدة بتتصل معه، هيدا بقلبه مغناطيس، فهيدا لازم نستعمله بشي مطرح معين. ليكا بدك اسحب هيدي. اوكي هيدا فينا نستعمله لحتى نسحب الطابات لبرا، يعني بقدر انا اسحب هيدي الطابة هيك لبرا ليكا وحطها مطرح ما بدي يمين او شمال. كتير حبيت، يعني اذا بدي حطها فوق او بدي حطها تحت، عرفتوا كيف؟ بس هدول لشو؟ إلهم استعمال، اكيد إلهم استعمال. حفرجيكم شو طلع معي. هدول ثلاث مربعات وهون في معي ثلاث مربعات، بدي حط هدول ثلاث مربعات على هذا الخط الطويل يلي شايفينه قدامكم. طلعوا شو بيطلع معي؟ كفيت رسمة المربعات، عرفتوا كيف؟ اذا بدي حط ثلاث دوائر، طلعوا هدول ثلاث دوائر كفيتها للرسمة. ونفس الشيء هون في ثلاث مثلثات، كمان الثلاث مثلثات بكفوا الرسمة هيدي اللي تحت. هيدي بحطها مرة واحدة بس. هون معي مثلثات، هون مربعات، وهون دوائر، وهون دوائر، هون مثلثات، وهون مربعات، بحطها بس مرة هيك وخلصت. رح نستعمل هيدي لكل هرم لوحده، مرة رح نستعملها هون، مرة هون ومرة هون، يعني هذا الهرم اللي بالنص نازل خط لتحت، فرح نستعمل هيدي هون، هيدا الهرم نازل خط هون طويل لتحت رح نستعمله هون، وهذا الهرم الأخير رح نستعمله إياها هون. طيب لكن رح نبلش بالهرم يلي بالنص. شوفوا ما أجملها، بننزل من الهرم الفاضي لهون. نوصل لعند أول مربع، بنحط الخريطة تبعتنا عند المربعات، مثل ما شايفين الثلاث مربعات موصولين ببعض، فإذا أول شيء رح نبلش بأول مربع وتاني مربع، شلنا هيدي اللي عم تساعدنا من الأول للتاني، بنمشي لهون في عنا المثلثات، بحط خريطة المثلثات. من المثلث الأول للتالت بدنا ننط، فإذا من المثلث التالت بنشوف في خط نازل لهون مكفى لهون وصل لعند هيدي، فإذا الهرم الفاضي عنده أول علامة هيدي، وتاني علامة شو هي؟ بنحط المربعات، هلا بدنا نجرب من المربع الأول للتالت، بنيجي لعند هذا المربع نازلة لتحت لعند الدويرة، وطبعا بس نحط رسمة الدويرة هون يلي بيطلع لنا إنه هيدي الدويرة الأولى عم تنط لعند الدويرة الثانية ونازلة لعند هيدا الرمز، فإذا الهرم الفاضي عنده هدول الاثنين. يلا هلا الهرم الثاني يلي هو هيدا، الهرم الثاني عم ينزل بخط طويل لتحت لعند المربعات، كمان بدنا نطلع رمزين، وصل لهون فإذا بنحط هيدي هون، فبنبلش أول شيء بالمربع الأول والثاني، من الأول للثاني، بننزل لهون لعند المثلثات، بنحط الخريطة لعند المثلثات، بنلاحظ إنه المثلث الأول نطلع عند المثلث الثالث، الثالث قرب وصل لعند دويرة، بنحط الخريطة، بنلاحظ إنه الدويرة الثانية نطت لعند الدويرة الأخيرة ووصلت لهون لعند هيدي، هيدا الرمز الأول العين، ونشوف الرمز الثاني شو هو، لنشوف الرمز الثاني بنرجع بنحط المربعات، هلا بدنا نجرب من المربع الأول للثالث، فبدنا نبلش من هون، ديكو دغري المربع الثالث موصول لهيدي، فإذا هيدا الهرم عنده هي وعنده هي. يلا آخر هرم، يلي هو هيدا اللي بقلبه كثير تفاصيل، نازل خط من عنده، كمان نفس الشيء. أول رمز. هذا المثلث رح يكون عنده عين. يلا لنركب. اول شيء عندنا الهرم الفاضي عنده هي وهي، يعني عنده هيدي الكره وهيدي الاكس، فالطابات لازم يكونوا محطوطين اثنيناتهم لتحت. شفتوا الطابه اللي هون؟ لازم امسكها وحطها تحت. شفتوا كيف المغناطيس عم يسحبها يمين شمال؟ فبدي حطها تحت، اثنيناتهم محطوطين تحت. هلا هيدا يلي هو هيدا عنده الذره والعين اوريدي محطوطين اثنيناتهم فوق، فما حقلع فيهم. ثالث هرم هيدا يلي بقلبه كل شيء عنده اكس وعين، يعني هي بدي حطها تحت وهي بدي حطها فوق. تمام هلا صار فيني ابرم هي برمت دخيل. الله الشعور شو حلو. وحطوا لي علامه انه انفتح المفتاح بثلاثتهم، وهلا صار فيني شيل هدول اللي عم قلكن عنهم. ليكا هبطت هبط. شلت بس وحده كل هالشغل وشلنا وحده بس؟ لا المفروض هيدي كمان، لانه هيدي عملت لي سهم لهون وسهم لتحت لهون، فشكلي انه هيدي صار فيني اتحكم فيها اكثر. طب هي شو بتعمل؟ طلعوا هي في معي هون طابه صغيره، فهيدي بس اتفشها لفوق عم تخلي الطابة كأنه تمرق هون. طلعوا شو بيصير، بس نزلها مرقت الطابة لتحت. حلو، يعني هيدي كانت مسكرة الطابة ما عم تخليها تمشي فوق وتحت. كتير حلو، يعني هلا هيدا الوجه خلصناه على الأخير وهيدا الوجه خلصناه على الأخير. أنا بحب شعور الإنجاز كتير. سكر لي هيدا لأنه شكله كتير مزعج أبيض هيك. هدول الاثنين حليناهم. هلا أكيد حل تبعنا هو هون عند هون البلكسي جلاس، طالما الطابة مرقت فصار فينا نتحكم هون بشيء معين. مثل ما ملاحظين معي نص دويرة بنص دويرة، فلازم نجمعهم مع بعض. هون نص مثلث بنص مثلث، أو هيدا المعين رومبس، لازم نجمعهم مع بعض. ونفس الشيء هون، فهدول الثلاث خشبات لازم هلا اقدر اعرف حركهم لحتى اجمعهم مع بعض. عرفت شو بدي اعمل، بس اجمعهم مع بعض مزبوط رح اقدر مرق الطابه لحتى فوتها بهذا المسار اللي هون، ومن هون في شيء رح حله رح يخليني افتح هيدي، بس افتحها في شيء رح ينسحب من هون. هلا بنشوف شو هو. اكيد بدي استعمل مغناطيس.
بس امسك بالمغناطيس هيدي الطابة، عم بقدر حط الطابة بقلب وحدة من هدول الثلاث فتحات يلي شايفينهم قدامكم، واقدر حرك هيدي على ذوقي. عرفتوا كيف؟ بس ما تنسوا انه هدول الثلاثة كمان سادين طريق بعض، يعني في وحدة بدي حركها قبل الثانية قبل الثالثة. رح نبلش. حط هيدي هون فوق هاي القطعة، هلأ صار فيها تفوت لجوا، فرح امسك الطابة قربها لعند هاي القطعة، مشيها لجوا. هلأ صار لازم حركها اللي تحت. حطيت الأولى محلها، شفتوا كيف صارت؟ هلأ رح حط هيدي محلها، خلصت. الأخيرة رح حطها محلها، مشي الحال. خلصنا هون ثلاثتهم بمحلاتهم، فتحنا مسار للطابة لتنزل لتحت. هلأ من هون بدنا نعرف شو بدنا نعمل بالطابة، وين بدنا ناخدها ونجيبها لحتى نقدر نتصرف. كمان بدي اقدر احركهم لهدول بهالشكل. يعني بمسك الطابه بعليها ومثلا بدير هيدي يمين او شمال، كل ما بدي ديرها بدي اعمل هيك، نزل الطابه ارجع امسكها ارجع اديرها مره ثانيه. هلا هون اللي لازم يصير انه هون في معنا سهمين، فلازم حط هون الغرض الصحيح وهون الغرض الصحيح لعند السهم ولعند السهم لحتى اقدر اتحكم بهيدي، بس اتحكم فيها في رمز هون معين بده يطلع لي. طب شو هن الشكلين الصح اللي لازم نحطهم وين بدنا نلاقيهم؟ هيني الرموز اللي موجودة معنا هون هي دمج من هدول الرموز اللي تحت اللي هلأ فتحناهم وجمعناهم عن بعض، فأنا بدي لقي أي رمز بيدمج هدول الثلاثة مع بعض مثلا هون، وأي وحدة كمان من هدول بيدمجوا الثلاثة مع بعض. في معنا دائرة ومعين وهيدا الشكل، هيدا 100%، فهيدا الرمز لازم نحطه هون. طيب هون ليك دائرة ومعين وهيدا الشكل الثالث، لنبلش. مش الحال هيدا الرمز نحط. هلأ بدنا نبلش بها نفس الطريقة، بس تقريبا حطيتهم مزبوطين، بس بدي زبطهم أكتر شوي. هلأ صار فيني اسحب المفروض. ليه ما عم تنسحبي؟ ايه سحبتها، في معي علامات موسيقى هون، وهيدي شلتها. دخيل الله، حلو كتير، صرنا شايلين ثلاثة. تمام هلأ هي صار فينا اتحكم فيها على ذوقنا. علامات الموسيقى هدول ما عم بفهم لشو، معقول ما اخر شي بيصير البوكس يطلع موسيقى مثلا؟ ما بعرف. بس ما تنسوا على الجوانب في موسيقى وفي شفاف، ما عم نعرف هدول لشو. تقريبا انا صرت حل الصندوق كله، يعني خلصنا هيدا الوجه، خلصنا هيدا وخلصنا هيدا، حرفيا بقي بس هون. ليك هيدي الطبقة بس خلصها شكلها بترتفع وبيمشي الحال. غريب جدا هالصندوق، وفعلا حلو، كتير حلو. هيدي بتتحرك هيك وهيك، بس انه هيدي شو بدي استفيد منها انا؟ طلعوا هيدي الوحيدة المفتوحة يلي ما بقلبها شيء، اما الباقيين كلياتهم سوا بقلبوا الرموز. ليش علامة الشفاف كمان ما عم بفهم؟ موسيقى. طيب فوق. طيب هون. عم حط طمي هون ونفخ عم يطلع اصوات مختلفة. لحظة شوي، وهون موسيقى، يعني فعلا بدهم ايانا نطلع شو هي النوت الموسيقية اللي عم تطلع هون؟ معقول؟ شو عم بعمل انا؟ شو هيدا يا عمي؟ هلا هيدي اخف صوت، هيدي نص وهيدي كتير، هيدي هيدي هيدي، وهون في بس ثلاث علامات موسيقية مش سبعة، هون في ثلاث نوتات محطوطين على ثلاث خطوط، فمعنا نوتات على الخط الأول، نوتات على الخط الثاني، نوتات على الخط الثالث، يعني ثلاث أصوات بس. خلينا نجرب كل وحدة مين صوتها أقوى من الثانية، يعني في عنا هي والتفاحة وهي، التفاحة صوتها قوي، مثلث أوكي احفظوا معي، مثلث أقل وحدة، وهيدي النص الطابات رح نسميها، وأعلى وحدة هي التفاحة. بنجي لعند العلامات الموسيقية، الأولى لازم تكون تفاحة لأنه أعلى وحدة، أعلى نوتة فوق، الثانية تفاحة، الثالثة رح تكون آخر وحدة تحت يلي هي المثلث، اللي بعدها رح تكون الطابات لأنه هي بالمنتصف الطابات، اللي بعدين تفاحة أعلى صوت، تفاحة كمان أعلى صوت، وآخر وحدة رح تكون الطابات، رح أكتبهم. فإذا بدي امشي على هيدي الخريطة لحتى يفتح الصندوق، هيك المفروض، في ثلاث أسهم هون وما في غير هالثلاث أسهم، فيا بدنا نبلش بالمثلثات، يا بالطابات ويا بالتفاحة، فبنجيب هيدي لعند المفتوحة هون، وحسب الخريطة أول شي بدنا نبلش بالتفاح. بيجي لعند التفاحة الأولى. بقرب بيجي لعند التفاحة الثانية، بعدين عندي مثلث، بيجي لعند المثلث اللي هون. بعدين عندي هيدي العلامة، بيجي لعند هي العلامة اللي هون. بعدين عندي تفاحة، يعني بدي ارجع لعند التفاحة اللي هون بهالمسار، هيك هون هيك هيك اوكي. بعدين بدي اجي لعند التفاحة قصة اللي قبلها كانت، اخر الشي بدي اجي لعند هي لهون. علي علي الصندوق، علي علي، الله اكبر. ياي رهيب رهيب، بجنن الله العظيم، الشعور بجنن بس يفتح شي. معنا هون هدية جوا، هيدي هلا فكها وركبها، بيصير مطرح لحتى يقعد عليه الصندوق. طلع هون كان في متاهه، يعني اخر شيء لحتى فتحنا الصندوق كنا عم نمشي بقلب متاهه معينه، وهالمتاهه اكيد داخله جوا هون وعم تخلينا نفتح الصندوق.
كيف صانعين هيدي المتاهة بشكل انه شي بيبرم شي لا شي بيوقف بمطرح معين شي لا شي حلو كتير، وهيدي القصص فاتة بقلب هيدي المتاهة هون، فلما اتطبقوا مع بعض بشكل صحيح قدرنا نفتح الصندوق هيك. هيدا لوجو الشركة محطوط جوا كمان، حلو حلو كتير، انا كتير حبيت. الاسرار تبعيته جدا غريبة عن كل الصناديق اللي فتحناها قبل، من ناحية الخرائط من ناحية كل شي، لكن تبعية الاصوات شو هالفكرة. قبل ما نشوف المفاجأة بتمنى تعملوا لايك لأنه اللايك فعلا بيساعدنا، وما تنسوا تشتركوا بالقناة إذا بتحبوا محتوى الألغاز. طيب طلعت قطعة غريبة أنا قبل شوي من قلب الصندوق، وأصلا كل الوقت كنت عم بستغرب ليش هيدا الصندوق اسمه عكس الجاذبية. فطلعت هيدا الغرض فتحته وعملت سكان، طلع إنه هيدا الغرض لازم نركبه تركيب، وركبته للغرض وهون كانت المفاجأة. وتخيلوا إنه هيدا الغرض بس اجمعه بالصندوق وحط الغرض هيدا على الطاولة، بتصيروا بتشوفوا إنه الصندوق كأنه فعلا عم بيطير، عم يخالف الجاذبية. يعني فعلا هالجماعة قديش عباقرة لحتى قدروا صمموا كل هالأشياء مع بعض. يعني تخيلوا قديش التوازن تبع الصندوق دقيق جدا لحتى يقف بهذا الشكل. فيكن تحطوا الصندوق وتخلوه معروض على الرف بهذا الشكل ببين طاير بالهواء.